هذا الموت
على اليوم أيضاً من تنين ولا ندري ما تحدثنا إذا قضرت عن أحداث حياتي وبالأحلام يبدو العمر فيهم وتحلو في حسيدي المصطفى بقرب الخط عندي وأبادي قلت علي فإن طلبت نوم السعد مني فأعطيها حياته ولو صارت تحاربني الرجايا قاتلها سلاحي ولو صارت تحاربني الرجايا قاتلها سلاحي او حمات ما جعلها تطير من تغني كما قال سيجعلها كفيروزا تغني ولن أمسكني كما قال المفات قبح الناس ويبو البعض ما فعل البنات فكم جاء في ولم يدروا بأن القلب يحيا بنبض الحب ولم يدروا بأن القلب يحيا بنفس الحب كثير صلاة العشق مقصود لصوم كل الأحزان للدم والشفاة للحب صوما بأن الله كنز المقبولات إذا اختلفت فرام العاشق أرجو صار كل إخواني نبي وتسألوني بشأن معجزاتي تسألوني بشأن الشاعر ما
إذا شهد الجمال وشكره ماذا يبكي جمالها المناطق اللي ترى في الشباب إني أرى الغزاق تركض خلفها والكل في طلب الهوى يتسابق أما الرجال فطلقوا زوجاتهم كل من ناجي زوجته يحتمل لماذا الموت يختار الفقير ويزداد المهاجر؟ لماذا الموت يلحق من يعاني ويجعل شعبه امرا اخيرا؟ لماذا الفرق؟ لماذا في بلادي لا بناء؟ صار الشعب مظلوما كثيرا اثناء كل لأنني غريب وأنني غريب أخشى عليك من الوقت وحبي مرير أخاف الجنون أحب الغيب أمي فؤادي بأمر الكلام بنور حياتي تكوني هوائي تكوني قلب الهوى مصاب كانت كل الصبايا وانت كل أنت الحكاية وكل الصبايا وأنت حصار لكل النساء وأنت القوافي وشغل الفريق وكل الكتاب ورحمة مسافة رحمة أرانا في قلبي يبدي النداء يبدي صبابي في اختياري كل الحنان لكن هذا الذي يجب ان يكون هناك من